انتصار هام ومعنوي على فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وفي توقيت غاية في الأهمية قبل مباراة الزمالك. معي في هذه اللحظات الكابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أيوب، بقول لك مبروك المكسب، انتصارات متتالية لبتروجيت بثلاثية، النهاردة النصر برباعية، لكن جهاز الفني كيف يرى هذه المرحلة؟ طبعا هي بقول الحمد لله طبعا في البدايه، وبرحب بكابتن ربيع وكابتن شريف ومحمد. هي مرحله مهمه بالنسبه لنا، خلاص التداخل على نهايه الدور الاول، فاضل مباراتين ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسبهم تتصدر، وده الهدف اللي احنا شغالين عليه من 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 فتره، ولكن يمكن الفتره الاخيره تعطلنا بعض الشيء، ولكن الحمد لله رجعنا بسرعه ومكسبنا ان شاء الله الفتره الجايه نتصدر الدوري، وان شاء الله نحافظ عليه ونكسب البطوله السنه دي. يمكن النهارده مباراه مهمه، يمكن فريق النصر انا بقول نتائج وما بتعكسش اداء الفرقه دي الفتره الاخيره، وعامله نتائج ايجابيه. كان في تركيز النهارده كبير، ودخلنا في المباراه من البدايه، ربنا وفقنا احرزنا هدفين الشوط الاولاني وهدفين الشوط الثاني، يعني رجحوا كفتنا وخدنا 3 نقاط، وده المهم في المباراه وفي الفتره دي. بعد كده عندنا طبعا مباراه صعبه مع فريق الزمالك، وبعد كده الجيش، فكان يهمنا النهارده المكسب يعني، والحمد لله. طيب اتوقف عند انك ريحت عبد الله السعيد في التوقيت الحالي، واديت اجازه لجونيور اجاي، وكانت في اصابات جت مفاجاه زي اصابه حسام عاشور، فبالتالي كنت محضر لشكل معين في التوقيت الحالي. ده لسهوله مباراه النصر، ولا كمان انت شايف المرحله القادمه تحتاج ان انت تريح مجموعه الاساسيه عشان فيها ضغط مباريات ومباراتين مهمين، مباراه الزمالك ومباراه السوبر؟ لا، مفيش حاجه اسمها لسهوله مباراه النصر، المباراه كلها صعبه، المباراه كلها زي بعض وكلها 3 نقاط، ولكن انا بقول لك يمكن النادي الاهلي حظه الوحش انه الفتره الاخيره يعني يكمل في موسمين ورا بعض، كمان الموسم ده مضغوط اكتر من الموسم اللي فات، لانك عاوز تخلصه في وقت معين علشان كاس العالم. طبيعي جدا ومهم جدا بالنسبه لنا انك تريح لعيبه، انت بتريحها علشان تحافظ عليها، بتريحها علشان تعمل ريكفري شويه وترجع لمستواها بعد كده، بتريحها لانها محتاجه الراحه، ولكن مهم جدا وانت بتريح اللعيبه وانت بتدور لعيبه تختار التوقيت المناسب واللي كمان ما يضرش الفرقه. ده مش معنى كده انك بتبص للمنافس اللي هتلعبه ابدا، ولكن انت بتبص لحاله اللعيب والتوقيت اللي هو المفروض يريح فيه. يمكن اجاي لعب مباريات كتيره، ويمكن الفتره الاخيره كان الكيرف بتاعه نازل شويه، فطبيعي لازم يريح يعني. عبد الله السعيد كل المباريات كان بيشارك وبيقدم مستويات مميزه، والراجل مجهد وكان لازم ياخد حقنه في توقيت معين، فانت برضه بتختار التوقيت المناسب للعيب اللي تريحه، وكمان تدخل لعيب بتجهزه للفتره الجايه. هي معادله طبعا صعبه، ولكن كل الحاجات دي في دماغ الجهاز الفني وكابتن حسام، ولازم يفكر فيها وتدرس بعنايه عشان لما تاخد قرار يعني ما تضرش الفرقه او يفيد الفرقه اكتر يعني. بخلاف التغيير الاضطراري للشناوي، تغيير حمودي كان نتيجه اصابه، وفي نفس الوقت برضو كانت هناك فرصه للدفع بمروان لولا ظروف الاصابات اللي حصلت في المباراه. يعني وارد انت مروان النهارده كان موجود معانا وشارك المباراه الماضيه الاخيره، كان وارد التغييرات يكون فيها اختلاف، ولكن انت في المباراه بتتعامل مع سيناريو ممكن يتغير في لحظه نتيجه اي شيء يحصل في المباراه او نتيجه اصابات. يعني شوف التغيير الشناوي النهارده يعني يمكن عطل لنا تغيير لاعب ثاني عاوزين نحافظ عليه، لان الشناوي ما فيهوش حاجه، لكن هو اشتكى احنا حبينا نحافظ عليه. بعد كده يمكن وليد كان بقاله فتره ما بيشاركش بصفه منتظمه، لعب المباراه اللي فاتت كلها، النهارده بيشارك، محتاج يريح بعد فتره غياب طويله. حمود اشتكى في الاخر، اشتكى اللي عنده ضوء يعني، برضه حس بالرجلين الاثنين الخلفيه فيهم ضوء، لانه برضه حمود الفتره الاخيره ما كانش بيشارك، وده طبيعي جدا. انا بقول لك عشان كده مهم جدا بالنسبه لنا انك هتريح اللعيب امتى وهتدخل اللعيب امتى، طبعا مهم جدا كل الحاجات دي. طيب اختم مع حضرتك واسالك عن مباراه القمه امام الزمالك، الجهاز الفني بينتظر في هذه المباراه بيستعد لها ازاي؟ امامك مساحه وقت يمكن اخيرا، يعني في مساحه وقت بين مباراه ومباراه تحديدا خلال الفتره الاخيره يعني، وبرضه في فكره معسكر مغلق من بدري، ولا الجهاز بيرى المرحله دي ازاي؟ يعني يمكن احنا الفتره الاخيره يعني كان كل تفكيرنا في كل مباراه على حده، لان هي في النهايه المباراه كلها متساويه ب3 نقاط. مباراه الزمالك هي مباراه كبيره، مباراه قمه اكيد بين الناديين وبين الجماهير، ولكن النهايه في مسابقه وب3 نقاط زيها زي اي مباراه. ان شاء الله احنا يعني من بكره هنستعد لمباراه الزمالك، خلاص هنبدا نتفرج على الفرقه ونشوفها بشكل مكثف زي ما بنعمل مع كل الفرق. ربنا يكرمنا يعني، انا بقول لك هدفنا طبعا الفتره الاخيره دي من
الاول ان انت تكسب عشان تتصدر ان شاء الله، نتصدر ونكمل ان شاء الله. وانا بقول لك يعني اكيد الجماهير مستنيه المباراه، واحنا واللعيبه، لان هي مباراه الناس كلها بتستناها. وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدم يعني اداء كويس ونكسب ونحافظ على الصداره ان شاء الله، نوصل لها ونحافظ عليها ان شاء الله. معسكر مبكر ولا تدريبات بشكل يومي عادي، وحتى في مباراه وديه يوم الخميس؟ والله طبعا المعسكرات انا حاسس ان انا عايش في معسكر الفتره الاخيره يعني، كل يوم نروح ويوم نرجع المعسكر عشان في مباراه. طبعا لسه اكيد هيبقى في ترتيبات اكيد خاصه للمباراه، ولكن يعني هيبقى في اكيد جلسه مع كابتن حسام، وهنعرف بالظبط ايه اللي هيتم خلال الفتره الجايه ان شاء الله.